بابن ما سوى بنوت نوت في زمرؤوت انجيف نوت في يوت بيبان تقراتور آمين زمرؤوت انجيف نوغانيس انشيري سوز بخريستوس بن شويس آمين زمرؤوت انجيف ابن ما سوى امبارك ليتون آمين سباتيرا جيوس وسوسا جيوس نبنف ما جيون آمين فلوغيتوس كيريوس وسوس وسوس وناس آمين نوس نوسيروس موبشويس مالفناوسيرو جاف نايتا غروري يغنو تيمس ميت بشوي شوم شايني امين اللو يا سرتي اوكي اجيوب نما اتي كنين كاين كسون اون اسون اون امين اللو لو سمحت الناس اللي قاعدة المرضى بس اللي يقعد الناس المرضى الناس اللي هي غصب عنها هي من حقها تقعد لكن الناس اللي فيها صحة كل يقف أختي شليل موين باسي مارين شم تطفن بير بصنني بو ان اي تفنو تفيوتم بن شوي سوه بن نوتو وبن سوتي ريسوس بخريستوس جيان فرسك باذني قون فاسنا فاره ايرون افشم تني وبابتاسو ايرون افتي توتين اف انتن شاريتا يونوساي انصفون مارين تيهر بوستف اره ايرون خن باي إيه أو إس أو وفاي نمي هو تي يرون تابن أنخ خن هرين نبن جبي بانتو كراتور شوي سبن نوتي شويس ابنوتي بي بانتو كراتور افيوتم بن شويس اوه بن نوتي اوه بن سوتي ريسوس بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال من اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا تيت بنا إلى هذه الساعة قبولك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار اللي هي المقدسة
لمغفرة خطايانا يا رب. من أجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن أبا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا نيز إصنانيف نمني ترنو برصان مؤونا جي إنسك بتقتي إن بيرشيشنان يهومي جني وبنمني تشيلي نمهي جنتي قم ترسن تابي قاجي Oh.
roi sare emot nan biko volenten novi teni em kien teni es o em bente ba e ho o be o e be o e kata be ferane choi sare emot nan biko e volenten novi Bon chem beniote ta yote narishi refseba avatavadrose becho ay sari ehmot nan biko evolente novi kiare bon chem beniote ta yote nzi ke ot Ava Demetrios Dimitropo Letizem Cho
بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيس بركاته علينا امين. لانه قد ظهرت نعمة الله مخلصنا لجميع الناس معلما ايانا ان ننكر النفاق والشهوات العالمية لنعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المغبوط وظهور مجد الله العظيم ويسوع المسيح مخلصنا هذا الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم ويطهرنا له شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان لا يستهن بك أحد. ذكرهم أن يخضعوا للرؤساء والسلاطين ويطوعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح ولا يطعنون في أحد ويكونون غير مخاصمين ويكون اللطفاء مظهرين كل وداع لجميع الناس لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء وغير طاعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة سالكين في الشر والحسد حكمتين مبغوضين بعضنا بعضا. فلما ظهر لطف مخلص الله ومحبته للبشر لا بأعمال في بر عملناها نحن بل برحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي أفاضه علينا بغنى في يسوع المسيح مخلصنا لكي نتبرر بنعمة ذاك ونصير ورثا حسب رجاء الحياة الأبدية. نعمة الله الآب فلتحل أرواحنا يا أبي وأخواتي أمين. كاسوليكو بستولي انت بنيوت يوهنس نامن راتي اي نمزي بفئت اتشريوت اي بي كوزمو ناتي جيسو اوس ابشيري ام ابنوتي باي نايس نيو ام بري من ريبي كوزموس اوزي شوف خيم بيكوزموس بيكوزموس ناسيني نمت فيبي سيما ايا فازي تيرم اوش ام افنوتي افنا شو بي شايني سلكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركته علينا أمين. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يسوع المسيح هذا الذي جاء من قبل ماء ودم وروح الماء وحده بل بالماء والدم والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق. فإن الذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في واحد. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فشهادة الله ثابتة فيه ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه.
وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له ابن الله فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت إليكم بهذا كي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله. وهذه هي الدالة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها. إن رأى أحد أخاه أخطأ خطيئة ليست موجبة للموت فليطلب أن تعطى له حياة. للذين يخطئون خطيئة ليست للموت. توجد خطيئة موجبة للموت، ليس قولي عن تلك أن يطلب من أجلها كل ظلم فهو خطيئة. وتوجد خطيئة ليست موجبة للموت، نحن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ ذاته ولا يمسه الشرير. نعلم أننا نحن من الله، وأن العالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء ووهب لنا علما لنعرف الإله الحقيقي، ونثبت في ابنه المسيح يسوع المسيح. هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. يا أبناء احفظوا أنفسكم من الأصنام، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوات من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. جفاي ببصيري بامنري Oh.
سيربو اسمو اسوا اب شو بي نيم نيون او يوزاي زي بي بفران بي اي بي اللي او From Rakoti Pepe Pifgenge No Oh 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 سيان تفنوتي آمين. البراكسيس فصل الأعمال بيتنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان يوجد يهودي اسمه أبولس اسكندري جنس رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدرا في الكتب. هذا كان تلميذا لطريق الرب وكان هو حار بالروح يتكلم ويعلم بتطبيق ما يختص بيسوع عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجهز في المجمع فلما سمعه برسكلة وأكلة قبل إليهما وعلما طريق الله بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن ينطلق إلى أخائية حطوا الإخوة وكتبوا للتلاميذ أن يقبلوه. فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة لأنه كان يفحم اليهود باشتداد وجهرا مبينا لهم من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث إذ كان بولس في كورنثوس إن بولس بعدما أجتاز في النواحي العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلاميذ فقال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قال له ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقال بمعمودية يوحنا. فقال بولس أن يوحنا عمد الشعب بماء التوبة قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فقطفوا وينطقون بألسنة ويتنبؤون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الحادي عشر من شهر طوبة المبارك أحسن الله استقبال وعدوا علينا وعليكم نحن في دوة مئنان مغفور الخطايا والأسام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخواتي آمين. تحتفل الكنيسة اليوم بعيد الغطاس المجيد ويسمى باللغة اليونانية عيد السيوفاني أي الظهور الإلهي. فمثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح له المجد من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن. فظهر الثالوث القدوس واضح للجميع الآب في السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. والابن في نهر الأردن والروح القدس نازلا عليه مثل حمامة. كذلك ظهر أيضا مجد السيد المسيح لأنه لم يظهر نفسه في مدة 30 سنة الماضية فأظهر ذاته مثل هذا اليوم لبني إسرائيل. قد أسس السيد المسيح بعماده سر المعمودية المقدس أول الأسرار وباب الدخول إلى ملكوت الله. فكل من آمن واعتمد خلص حينما يحفظ عهد معموديته بالتوبة الدائمة والأعمال الصالحة. فنشكر الله الذي تنازل وصرف الهيئة كإنسان مثلنا ورسب لنا طريق الحياة الأبدية له المجد الدائم إلى الأبد آمين.
وفي أيضا من سنة 932 للشهداء 1216 ميلادية تنيح البابا يؤنس السادس البطريرك الرابع والسبعون من بطريرك الكرازة المقصية. كان اسمه أبو المجد ويعمل بالتجارة، وكان شماسا تقيا متبتلا وعالما في علوم الكنيسة. زوجه بشوش وحديث عزب. ولما خلى الكوس البطريرك بنياحة البابا ماركوس الثالث اتفق رأي الجميع على اختيار هذا الشماس لرتبة البطريركية. ولما جلس على الكوس المرقس اهتم برعيته في مصر والحبشة، وكان صديقا للسلطان صلاح الدين الأيوبي، وعالج كل المشاكل بالحكمة والعلاقات الطيبة مع الجميع. وفي أيامه بطل أرسال ساقفة إلى الخمس مدن الغربية، ولما أكمل سعيه بسلام انتقل إلى الفدوس بعد أن جلس على الكوس المرقس حوالي 27 سنة. بارك الصلوات فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1055 للشهداء 1339 ميلادية تنيح الأب القديس الأنبا بنيامين الثاني البطريرك الثاني والثمانون من بطريرك الكرازة المقصية. كان من أهل الديمقراط التابع لأرمنت محبسة الأقصر، وصار راهبا بجبل ترى باسم بنيامين. تنبأ له القديس برسوم العريانة وسيصير بطريركا. فلما خلت السدة المقصية بنياحة البابا يؤنس التاسع اجتمع الأبناء الأباء الأساقف والكهنة والأراخنة، ووقع اختيارهم على الراهب بنيامين، ورسموه سنة 1327 ميلادية باسم البابا بنيامين الثاني. فاهتم بتعمير الكنائس والأضياء وخاصة دير الأب بشور الذي اهتم به عمرانيا ورهبانيا، كما قام بعمل المريون في دير القديس مكاريوس سنة 1330 ميلادية. اشترك معه 20 أسقفا، حدث في عهد اضطهاد الأقباط على يد والي مصر شرف الدين ابن التاج. تدخل الملك الحبش للصلح وهدأ الموقف، وعاد الأقباط بناء الكنيسة تهدمت. وبعد جهاد طويل في خدمة الكنيسة نحو 12 سنة تنيح بسلام ودفن في دير القديس العظيم أنبا بشوب بري الشهيد. بارك الصلاة فلتكن معنا لرب المجد أبديا آمين. Ah.
Oh,
أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نقدمها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا رجاؤنا كلنا قيامتنا كلنا صل مستودا في دليلو Oh,
انسوك ببانو تي تيناون ايناك ايفول انسوك ببانو تي تينايت شاسك اللي لويا لويا ايسوس بخريستوس بشيري ايفنوتي عافي تشيوم فن بيورزا نيسان لي Evangelio. Nyo khine vrane vshoi senteni gom ki uktukata yohannen agiyo evangelios to anarnus me sase kereye ifo bimekhafetin amam Allah wansitu linasma linjil almuqaddas فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع وبن سوتي وبن أورتيرين سوس بخريستوس إبشيري مفنوتي أتونخ بيونا بشايني بيوفا بن نوتي بن سوسي كيرية من مزاميري أبينا داود النبي والملك بركاته على جميع مبارك لاتي باسم الرب باركناكم من بيت الرب أنت هو إلهي فأشكرك إلهي أنت فأرفعك باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم قط الابن الوحيد الاله الكائن في حضن ابيه هو خبار وهذه شهاده يوحنا حين ارسل اليه اليهود من اورشليم كهنه ولاويين ليسالوه من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح فسألوه أإيليا أنت
فقال لا النبي أنت فجاب لا فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك قال أنا الصوت الصارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي وكان قد أرسل إليه من الفريسيين فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست أنت المسيح ولا إلي ولا النبي أجابهم يوحنا قائلا أنا أعمدكم بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي صار قدامي الذي لست مستحقا أن أحل سيور حذائه هذا كان في بيت عنيا في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمد وفي الغد نظر يسوع مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت أنا عنه إنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت لأعمد بماء وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بماء هو قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي سيعمد بالروح القدس وأنا قد عينت وشهدت أن هذا هو ابن الله القدس الإله الواحد أمين تحل عن نعمته وقوته وبركته من الآن إلى ظهر الدهور كلها أمين من أعماق قلبي أهنئكم بعيد الغطاس المجيد أو عيد السوفاني أي الظهور الإلهي يشاركني في التهنئة بعدك أبونا برنابا بس هو بيصلي النهاردة العيد في كنيسة الأنبا بولا في دير أبو حنس كنيسة جديدة ما فيش كاهن فبيصلي فيها النهاردة
بيهنئكم بعيد الغطاس المجيد. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعل عيد سعيد على كل العالم وكل المسيحيين. عيد الغطاس ده أحبائي للأسف في ناس بتهمل العيد ده، مع أنه عيد سيدي كبير وله طقوسه المفرحة، طقس بتاعه طقس جميل، طقس عيد الغطاس. ناس بعد ما تعيد عيد الميلاد ويأكلوا اللحمة يناموا في الخط، يقول لك احنا عيادنا كده. لكن اللي يفهم ويدرك معنى عيد الغطاس ما يتأخرش عن العيد ده خالص. يعني عيد جميل جدا وفيه بركات كثيرة جدا. يعني النهاردة كان معنا في، كانوا قاعدين في وسطينا ولسه ماشيين، خدمة الكانسر، مرضى الكانسر بعد عنكم، كانوا حاضرين معنا جايين تعبانين ومرضى وجايين عشان ياخدوا بركة العيد. طب دول هيدينوا مين؟ ها؟ هيدينوا مين دول؟ هيدينوا الناس ايه؟ الأصحاء، مش كده؟ اللي نايمين في البيوت، اللي ربنا مديهم صحة ونايمة فين؟ في البيوت. فنخلي بالكم الناس اللي لما تيجي دي التعبانة المريضة اللي بيجي من آخر الدنيا، هيدين بتوع العزبة اللي نايمين في الخط، اللي نايمين، الناس اللي نايمة فين؟ في البيوت، مش بتقدر معنى العيد. لكن اللي بيجي ياخد البركة ده بياخد بركة حلوة خالص. عشان كده احنا بنحترم الخدام دي والخدمة دي، خدمة فور يو، يعني من أجلك أو لا، يعني حاجة من خدمة فور يو، يعني من أجلك، بيقدموا لهم خدمة حلوة، خدمة جميلة، بيودوهم يعملهم أيام روحية ويودوهم الكنائس ويتناولوا ويهتموا بهم روحيا وصحيا، وحاجة حلوة خالص. ربنا يبارك خدمتهم ويعوضهم أجرا سمائيا. فعيد الغطاس ليه كذا معنى. عيد الغطاس، معنى كلمة الغطاس يعني ايه؟ يعني اليوم اللي تعمد فيه ربنا يسوع، ايه؟ يسوع المسيح. المسيح تعمد ازاي؟ ها؟ تعمد بالتخطيص، عشان كده يسموه عيد الغطاس، مش عيد العماد، عيد ايه؟ عيد الغطاس. المسيح نزل الى النهر، نهر الاردن، وغطس، ويوحنا المعمدان نزل معاه وغطسه ورسم لينا سر المعمودية المقدس. المسيح له كل المجد في هذا اليوم، رسم لينا أعظم سر اللي هو سر المعمودية المقدس، اللي هو يسموه باب الأسرار. باب إيه؟ باب الأسرار. يعني الإنسان مش معمد منفعش يتناول، منفعش نجوزه، منفعش ياخد يمارس أي سر من أسرار إيه؟ الكنيسة. أول حاجة عشان يمارس أسرار الكنيسة لازم يتعمد، يخش من الباب. باب الأسرار هو إيه؟ هو المعمودية. فالمسيح رسم لينا هذا السر العظيم، سر المعمودية المقدسة. المسيح مش محتاج للعماد، لكن اتعمد عشان يعلمنا أهمية إيه؟ المعمود. دخل في طابور الخطاة، دخل في طابور الخطاة كأنه هو حامل خطايا إيه؟ العالم كله. مش محتاج للمعمودية، لكن دخل في طابور الخطاة وتقابل مع يوحنا المعمدان، ويوحنا قال له أنا المحتاج، أنا إيه؟ أنا المحتاج. المسيح قال له اسمح الآن، لأنه ينبغي أن يكمل كل إيه؟ كل بر. ولما اعتمد المسيح ظهر الثالوث الأقدس بوضوح في هذا العيد العظيم. الآب من السماء ينادي ويقول إيه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به إيه؟ سررت. والابن في نهر الأردن، غاطس في نهر الأردن، والروح القدس على هيئة إيه؟ حمامة. الثالوث الأقدس، عشان كده يسموه عيد السيوفانيا باليوناني، يعني الظهور الإلهي، الظهور إيه؟ الإلهي. ظهر الثالوث الأقدس في سر العماد، في
عماد ربنا يسوع المسيح. عشان كده عايز أتأمل معاكم في عيد الغطاس من ناحية الطقس الكنسي، طقس الكنيسة، لأن في بعض البلاد كل بلد تختلف عن التانية في الطقس بتاعها في الطقس في عيد الغطاس. في بعض البلاد كده يطلعوا عند النهر كده ويحتفلوا ويولعوا شمع ويولعوا أنوار، ويعني ليهم طقوس كده إيه معينة. لكن الطقس الجميل بتاع الكنيسة إن إحنا نبدأ العشية بالفرايح طبعا، وبعد العشية نبدأ قداس اللجان. قداس إيه؟ قداس اللجان. ليه قداس اللجان؟ بنصليه قبل باكر، ما صليناش ليه بعد باكر؟ ها؟ يعني كل حد ليه كده جاء ناس كتير للمسيح. هو كارز للمسيح، هيئ قلوب الناس للمسيح، وبعد كده بدأ يعلم الناس، يعلم كل الفئات، علم الفريسيين وعلم العشرين وعلم الجنود، علم كل الناس، لأنه هو معلم. هو إيه؟ هو معلم، وأيضا هو إيه؟ شاهد للمسيح. عشان كده يقول كده: أنا أعمدكم بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي، صار قدامي، الذي لستم مستحقا أن أحل سيور حذائي. هذا كان في بيت عنيا في عبر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. شهد للمسيح، شهد للمسيح، وشهادته حق. قال: أنا أعمدكم بماء، ولكن الذي يأتي بعدي، الذي في وسطكم قائم الذي لستم تعرفون، هو الذي يأتي بعدي صار قدامي. صار إيه؟ قدامي، الذي لست مستحقا أن أحل سيور حذائه. يقول لهم: أنا شغلتي إن أنا أهيئ الطريق قدام ربنا، وأعد الطريق، وأعمدكم بماء، ولكن الذي يأتي بعدي هو الذي صار قبلي، هو الذي يعمدكم بالروح القدس وإيه؟ ونار.
بدأ يشهد أيضا للمسيح ويقول كده في الغد نظر يسوع مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت أنا عنه أنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت لعمد بماء. وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لعمد بماء هو قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هذا هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا قد عينت وشهدت إن هذا هو ابن الله. شهادة يوحنا عن المسيح شهادة حقيقية، لأن يوحنا المعمدان كان عارف قيمة نفسه، مش إنسان متكبر ولا متعالي ولا متعجرف، لا، عارف قيمة نفسه، عارف مين هو يوحنا المعمدان، لأنه هو إنسان متواضع، إنسان متواضع، إنسان المتواضع يبقى عارف قيمة نفسه، عارف حدود نفسه، ما يتعلاش. يقول أنا الصوت الصارخ، أنا اللي بجاي بعمد بالماء، ولكن الذي يأتي بعدي هو إيه؟ الذي صار قدام هو يعمدكم بالروح القدس وإيه؟ ونار. فيوحنا المعمدان عشان إنسان متواضع استحق أن يعمد المسيح اللي هو معلم الاتضاح كله، المسيح اللي قال تعلموا مني لأن أنا إيه؟ وديع ومتواضع إيه؟ القلب، فتجد راحة لنفوسكم. يوحنا المعمدان شهد شهادة حقيقية لربنا يسوع المسيح، والمسيح نفسه شهد عن يوحنا المعمدان أيضا وقال إيه؟ ليس من بين مواليد النساء من هو أعظم من يوحنا إيه؟ المعمدان. يوحنا كان إنسان عظيم والمسيح شهد عنه، ويوحنا المعمدان كان عظيم في خدمته، عظيم في كرازته، عظيم في تعليمه، عظيم في نسكه، عشان كده شهد عن المسيح والمسيح شهد إيه؟ شهد عنه. فالطقس الجميل بتاع الكنيسة النهاردة صلينا قداس اللجان قبل باكر عشان ده يشيل أعمال يوحنا المعمدان، وبعد كده بدينا في باكر وبدينا في القداس الإلهي الإفخارستية عشان يعني نهتم ونركز على الذبيحة الحقيقية اللي هو مين؟ اللي هو ربنا يسوع المسيح الذي ذبح لأجلنا. فيوحنا المعمدان هيئ الطريق وعد الطريق، وبدأت الناس تلتصق بمين؟ بالمسيح، وبدأ تلاميذ يوحنا المعمدان نفسه يلتصقوا بمين؟ يلتصقوا بالمسيح، وقال لهم كده من له العروس فهو إيه؟ فهو العريس، إذن فرحي هذا قد كمل، فرح يوحنا قد كمل، لأن الكرازة جابت ثمر، الكرازة بتاعت يوحنا المعمدان جابت إيه؟ ثمر، والناس عرفت المسيح ومشت وراه وتابعوا المسيح، حتى تلاميذ يوحنا المعمدان صاروا من تلاميذ ربنا يسوع المسيح. عشان كده احنا بنعيد بعيد الغطاس 3 أيام، عشان ده عيد مهم اللي هو السبت اللي هو عيد الغطاس، ويوم الحد تاني يوم عيد الغطاس، ده يعتبر عيد بردك، يعتبر عيد من الأعياد السيدية يعني. تاني يوم عيد الغطاس حتى الجرايات بتاعت يوم الحد، يعني جاي يوم الحد هو، مش هنقرا جرايات الحد التاني من شهر طوبة، هنقرا جرايات التاني يوم عيد ايه؟ عيد الغطاس. وتالت يوم عيد الغطاس اللي هو عرس قانا ايه؟ عرس قانا الجليل، يعني 3 أيام فرايحة كده ورا بعض، يوم السبت عيد الغطاس، الحد تاني يوم عيد الغطاس، ويوم الثالث اللي هو عيد عرس قانا ايه؟ قانا الجليل. زي ما بنحتفل بعيد الصليب 3 أيام ورا بعض، احنا بنحتفل بعيد الغطاس 3 أيام ايه؟ ورا بعض. فعشان كده احنا النهارده فرحانين بهذا اليوم العظيم، اليوم اللي فيه السيد المسيح دخل في طابور الخطاه وتعمد من يوحنا المعمدان عشان يعلمنا اهميه المعموديه، والمعموديه بالتخطيص، والمعمودية هي عميد غسل، نتغسل من خطايانا، نتغسل من الخطية الجدية اللي هي بتاعت أبونا آدم، والخطية الفعلية
لو واحد كبير يتعمد لازم يعترف الأول ويتوب عشان لما يتعمد تتغفر له الخطية الجدية والخطايا إيه؟ والخطايا الفعلية. لكن بعد المعمودية، بعد المعمودية الإنسان ممكن يعمل خطية. طب نرجع نعمد ومن تاني، ها؟ هي معمودية واحدة مش كده؟ طب إيه اللي يحل محل المعمودية؟ ها؟ سر التوبة وإيه؟ الكنيسة حطت لنا سر حلو اسمه سر التوبة وإيه؟ والاعتراف. تقول لنا كده لما تتوسخوا بالخطايا ارجع بسرعة لمين؟ لأب اعترافكم واعترفوا عشان تتغسلوا مرة إيه تاني. فالتوبة والاعتراف يسموها معمودية تانية، معمودية إيه تانية. بدل ما ننزل جون المعمودية كل ما نعمل خطيئة، لا، كل ما نعمل خطيئة نرجع لأب اعترافنا ونعترف بخطايانا، إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا إيه خطايانا. كل ما نتوسخ بالخطايا نرجع نتوب ونعترف عشان نتغسل. اغسلني فأبيض أكثر منين؟ من الثلج. لما أتوب وأعترف أتغسل وأنضف وأتنقى. عشان كده النهارده يوم عظيم، فرحانين بهذا اليوم المبارك، يوم عيد الغطاس المجيد. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل هذا العيد عيد سعيد على كل المسيحيين لإلهنا كل مجد في كنيسته من الآن إلى الأبد آمين. نهضة مستمرة، نهضة ست ديبيانا بكرة بالليل اللي هو يوم السبت بالعيد الغطاس بالليل، هيكون معانا أبونا دومادي سعيد، كان كنيسة مارجيرز بالبيضية، والعربية بعدك بتجيب ناس من قدام بيت المكرسات الحب يجي الملوي الساعة 6:30 وترجعكم تاني العربية. يوم الحد هيبقى معنا سيدنا إن شاء الله يباركنا، ويعني لما يجي من اسكندرية ولي ظروف يعني شقيقه تنيح، ربنا ينيح نفسه في أحضان القديسين، ده أخ كبير كان دكتور، يعني إن شاء الله يمكن يعمل الثلاث، لو عمل الثلاث يوم السبت يبقى يجينا ناخد بركته إن شاء الله يوم الحد. بنشارك سيدنا في نياحة شقيقه المتنيح الدكتور فايز، ده عالج كان يعني هو دكتور أسنان، وهو اللي كان بيعالج قداسة البابا كيرلس السادس، يعني محتفظ بالأجهزة بتاعة اللي كان بيعملوا أسنانه بيها، محتفظ بيها لغاية دلوقتي في الكرسي اللي كان بيقعد عليه البابا كيرلس، محتفظ بيه للبركة. ربنا ينيح نفسه في أحضان القديسين، وبصلوات سيدنا حاضر صاحب النيافة الحب الجليل الأنبا ديمتريوس. العيد إن شاء الله هيبقى يوم الاثنين، ليلة العيد يوم الحد هيكون معنا أبونا ليشع ممدوح ومعه مجموعة من الآباء الكهنة محبي الشهيدة ديميانا، ويوم الاثنين هيبقى معنا مجموعة كبيرة من كهنة عشان نفرح مع القديسة ديميانا وعيد عرس قانا الجليل وعيد استشهادها. والنهاردة بعد القداس الناس اللي محاش جزايز مية لجان وزع جزايز مية لجان، احتفظوا بالمية دي، المية دي فيها شفاء لكل، فيها فائدة لكل شيء، يعني شفاء للمرضى، أرواح شريرة، أعمال، أسحار، أي حاجة وحشة مية اللجانة، مية اللجان بتدي شفاء لكل إيه؟ لكل حاجة نافعة لكل فائدة. فما تتقطعش من بيوتكم، كل ما تنقص زودوها. زودوها ازاي؟ حط عليها ميه ونزود عليها، ولا هي تزود؟ ها؟ ايوه. يبقى في شويه قليلين كده نفضيهم في كوبايه ونملى الجيركن او الكولمن، ونحط الميه اللي هي ميه اللجان الصغيره نحطهم فريق ايه؟ فريقهم، يبقى البركه ايه؟ البركه فيهم. يبقى دي نرش في البيت، في لو في اي نكد في اي حاجه نرش من الميه دياتي ونستعملها في الاكل والشرب وفي كل حاجه. ونوزع عليكم بعدك شوكولاته عشان عيد الغطاس، ونقول لكم كل سنه وانتم ايه؟ وانتم طيبين. صوفيا سابروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمين بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل
خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا بسم الله نسجد له ونمجده مع الاب والابن ناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بعضيه واحده بمقدسه الخطايا وننتظر نصلي مع بعض كده بنشاط اي ساعة كده ونكون ايه مخلصين. الناس اللي عايزين ننتبه كده ونجتهد في القداس، المرضى بس، العواجيز، الناس اللي غصب عنها ممكن يريحوا، لكن الشباب واللي هو ربنا مديهم صحة نقف نصلي كنا بانتباه. اخطيت سامحوني صلي عنا شليل باسي ومعمتي الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك طهرنا من كل دناس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلات مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير الماء السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الأزوة يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذه الرسم خفوا برعدات ولا شرك انظروا ننصت في شفاعة والدة ليلى القديسة مريم يا رب العلم لنا لمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك تمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة التسبيح. الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم هي عند الرب ونشكر الرب مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا
بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور المالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قف الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينان والصيرفيم ذو الستة الأجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت قائلين نبروس خومين الشيروبيم يسجدون لك والصرافين يمتدون صارخين قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم آمين تجسد وتأنس وعلمنا طريق الخلاص أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به ما بعينا من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب
ورسم يوما للمجازاة الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعد ويعطي كل واحد وواحد كحسب أعماله. خائب أنخم بكوزموس أليسوس بسيقوم أفتشين ويك جنب جيجس أواب إن أطتشيني ونتسولي ومكاريون أو إن رفتان خو إن أتجي خائب خنوم اسمي أبغش سيب شويد في هاروك في تفو بني وتفنوتي أوه ابني بنتون بن إطاب شبه مون في اسمو إرو فن وفن أجيوس ما ستيس أوين أبسطولوس إس أواب إفقو إموس جئت شي ومي بولن ختفتيو فاي غارب بصو ما إتو نفاش إجن سنون مهن كميش ستيب إفقو إبولن تان النوبي فاي أريد في إبا ارئب مبئي اي بخن ام اسمي آمين باي ريت اون بيك ابوت من انسى بذبنون افصد في ايب والخن واربن مقوم ويطا شبه مون آمين في اسمو ايرون يا دنمو من كبال بسيط ومن كيوم الغوم كي زوك سازوم جمت بي عفتي فن اتن وفن اقيوس ما ستيس اوان ابسطولوس اس اواب افقو اموس جئت شي سؤب ولنخت فتيرو فاي غارب بسنو بنتات ذي يسيكم فيري اتونا فن فيبول في جنسنون مهن كميشن ستيم ايبكو ايبول انتان النوبي فاي ارد في ايبا ارئب مبئي كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي
فيما نحن أيضا نصنع ذكر آلام المقدسة قيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال اسجد لله بخوف ورعدات تنهو سيروك تنسمو إيروك تنشمشي إموك تنقوش تمو سوما اف اواب انت تينا تي امين باي ابوز نصنو بالطيوت انت ذي السيكم باوي انت حقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية رب رحمة هذه التي اكتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا أذكر يا رب أبونا الطباوي المكرم البابا المعظم الأنبا تودوس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبونا المطران المكرم أنبا ديمتريوس رب الحق والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين الساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب هوية السماء ثمرات الأرض في هذه السنة باركها كمقدار يا كنعمتك فرح وجه الأرض ليروح عرسها وانتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك
بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد كل عمل صالح. رب الذين قدموا لك القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم كلهم الأجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها. لأن هذا يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبائنا الأطهار وأساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين، كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأقصار القديسة المملوءة مجدا، العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا المعمدان السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويوس معلمنا ديوسكوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس أودوسيوس، والقديس توفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيرلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس غوريوس الصانع العجائب والمعجزات، والقديس غريغوريوس الأرماني، والثلاثة مائة والثمانية عشر المجتمعين بنقيا، والمائة والخمسين بالقسطنطينية، والمائتين بأفسوس، وأبونا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس، والباري الأنبا بولا، والثلاث أنبا مقرات القديسين، وجميع أولادهم لباس الصليب، أبونا أنبا يحنس القمص، وأبونا أنبا بشوي البار، الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح، أبونا أنبا بولطة، معسكيان تلميذه، سيدي الأبوين القديسين الروميين، ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهاد، وأبونا القوي القديس أنبا موسى ويحنس كام القس، أبونا أنبا دانيال القمص، وأبونا أنبا إيسيدوروس القس، أبونا أنبا بخوم أب الشركة وتدرس تلميذه، أبونا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأنبا ويصة تلميذه،
أبونا أنبا نفر الساح وأبونا أنبا كراس وأبونا أنبا بفنوتيوس وأبونا أنبا يوحنا الساح وأبونا أنبا توماس الساح أبونا أنبا سمايل المعترف ويسطس وأبولو تلميذي أبونا أنبا رويس حبيب المسيح أبونا الصديق العظيم أنبا برسوم الأريان أبونا القديس العظيم أبو فان المتوحد وجميع أولاد الرهبان والقديسين والشهيد العظيم القديس دميانا والأربعين عذراء الشهيدات وسيدي كوكب الصبح الشهيد العظيم ماري جرجس وجميع الآباء الشهداء الأطهار أبونا أنبا إبراهام مسقف الفيوم ميخائيل البحيرة تلميذه وأبونا القديس البابا كيرلس السادس والإرشدياكن حبيب جرجس وأبونا القديس أبونا يسطس الأنطوني وأبونا القديس أبونا بشوي كامل وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا البطاركة القديسين الذين ركضوا الربين يحني نفوسهم اجمعين ويغفر لنا خطايانا الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن أيضا غرباء في هذا المكان فاصنع في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله
أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار المقدسة، أسرار الإلهية غير الماء تكرتور إبشويس بنوتي. آمين آمين إبروس أفيك ساستي زكريا بابن من بعد الكبر وعلى إليصابات من بعد الشيخوخة والعون نطق لسان بعد البوق وتكلم بتسابيح وتمجيد وعزائم إليصابات قائلة مبارك الرب الإله الذي نضع عاري من بين الناس الذي ليس أحد في مواليد النساء أعظم منه الذي شهد عنه وشهادته حق حق هي المسيا المنتظر الذي يأتي بعدي هو أعظم مني الذي أعطي نعمة بدل نعمة إذ أتاه سيد الكل معتمدا منه في نهر الأردن فرأى السماوات مفتوحة والروح القدس نازلا مثل حمامة يا رب رحمة
صوت قد حدث من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. يليسون كيريليسون يا رب رحم. الذي كان لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعام جرادا وعسلا بريا. يا يوحنا يا ابن الموعد، شفاعة من أجل خطايانا وذنوبنا. يا يوحنا يا ابن الموعد، شفاعة من أجل خطايانا وذنوبنا. يا يوحنا يا ابن الموعد، شفاعة من أجل خطايانا وذنوبنا، لكي ندعو بشكر قائلين: جابنيون جابنيون تدخن في قوي مارف توفن جاب كران مار السين جتك متور بيت هناك مارف شوب ايم فريتي خنت في نمهجن بك بين أيك انت راستي مي فنان ام فو او كانت ايرونان ايفول ام فريتي هون انتن كو ايفول اني يتين اون انتان ايرو او او ام بير انتن ايخون ام بي راسموس الا نهمين ايفول ها بي بيت هو ام بخريسوس يسوس بن شوي جي سوك تتي مت اورو نم تي غوب نم بول شا اني امي ابانا الذي في السماوات. بخريستوس إيسوس بن شويس كفالاسمون اجتماعاتنا باركها خلص تعكن مع روحك نسد بخوف الله. امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. طاقيتي صاقي سفلوكي توس كيوس يسمس ابن ماجيون امين. ايسو باناجيوس بتير ايسو باناجيوس يوس انتو باناجيون ابن ما امين. يرين باسي كيتو ابن ما تيسو تو ماجيون كيما تميون اليثنون ايسو خريستو تؤيو توسيو يمون امين. امين اجيون تميون ثم كيما ليثنون إيسو خريستو تؤيو توسيو يمون أمين. آمين إيسو من بسنوب انتمان والبنوتي
فاي بخن قوم اسمي آمين آمين تينا آمين 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 أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيل لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلموا عنا الخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق نسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفران للخطايا حياة أبدية لمن يتناول من أؤمن 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 إن هذا وبالحقيقة أمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجرهم يذكرون في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول بالسحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب. تناول يكون محترس من الساعة 3 وتايب معترف لأب اعتراف حضر الإنجيل ومش مخاصم اللي عنده أي عذر يقول قبل ما يتناول. Oh.
Χριστός εσύρε με ευνότη αβέτσι όμς χεν ποιόρδε ενί εσ μοέρο ο χεν ποιόρδε ابني مولغا
اعتمد في
الأردن سبحوا بصوت البوك هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله اعتمد في الأردن سبحوا بمزمار وقيصة هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله اعتمد في الأردن سبحوه بدفوف وصفوف هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله اعتمد في الأردن سبحوا بأوتار وأرغون هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله اعتمد في الأردن سبحوا بسنوج حسنات صوت هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله اعتمد في الأردن سبحوا بسنوج التهليل هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله اعتمد في الأردن سبحوا باسمه جس كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا هللويا يسوع المسيح ابن الله اعتمد في الأردن زوج سبتريك كي أجيو ابن ماتي هللويا يسوع بخريسوس بشيري امي نوتي افتشي امت خن بيور داني انك عينك استوسي اونستوني اونون امين هللويا يسوع بخريسوس بشيري ام ابنوتي عفي شيوم ان بيور زاني هللويا هللويا زوك صاصي اوسي اوس ايمون هللويا يسوس بخريستوس بشيري ام ابنوتي أفتشي أمسي هم بيورزاني هللويا هللويا يوفى بنوتي بي هللويا يسوع بخريسوس بشيري امي
نوتي صوتيم إيرون أو ناينان جفيس مالوت جفيوت نمشي رينم بيم نبما إسوى بتتري افتح فمي بمن الله الاب والابن والروح القدوس وامجد من تواضع وهو الاله وقال عمدني يا يوهنين بتدبيره شارك الإنسان في البشرية من غير دناس قدوس خالق كل الأكوان في طافت شصارك سيخنتي تم القاسم وأوفى الميعاد ومن بيت داود تنات وكل الأنفس له عباد بطفت شي أمس خن بيور ذنين جبل آدم من التراب أول خلقه كل أول خلقات كل الأنفس قدوس هو رب الأرباب في إطافة شيء أمس خن بيور ذني حمل عنا كل الخطايا وعطانا الرسم المقدس قدوس خالق كل البرايا خلصنا من كل الذنوب بالتعديد المفروض المقدس وبلغنا بكل المطلوب بطاغت شي أمس خن بيور زانيس دائم باقين كل الدور عقد شرف الأرض بالتأنس إلى عظيم نور من نور رؤوف رحم عال في مجده على كرسي العظام جلس تنازل وسأل صنعت يده زاد الأردن
فخرا بجلال حلول هيبات خلق الأنفس حين تعمد فيه بتواضع وكمال سر لاب رب الصباط وشهد بمكان يونس وحل عليه روح اللاهوت في شبه حمامة بلا عيب نزل على رأس المتأنس وصوت ينادي هذا ابن الحبيب صار الأردن خاشعا لربه لما نزل فيه وغطس ليخلص جميع شعبه من كل الدناس عظيم والمجد مفوف ومهاب في طفت شئون سخن بيوثانين طباك يا يوحان طباك اخترت بين بين الأنفس لتهيئ طريق مولاه في طفل شيء أمس خبي يوردني ظهر بنا صوته الليلة بشريًا طاهرًا من غير دناس لأجل خلاص برايا في طفة شعوب ملاك هذا بيعصص كونا أمام رب ليخفي لنخد أشمادنا وحمنا يرفع غضب عنه نواتم عن قالي المجد عيد الله في العال ورد السلامة بالناس المصر من الليل يا زوك سابت ريك أيوك أجي ابن ماتيك ننكاي كسوسي ونستوني وننامن تنوشي فولفغوي جي او بن شوي سيسوس بخريستوس في طفيتشي ام سيخن بيورداني